حبايبي الحلوين، يا رب تكونوا كويسين. النهاردة معدنا مع حدوتة جديدة من حواديت أنتي دومي. يا ترى هنحكي حدوتة ايه يا أصحابي؟ هنحكي حدوتة النحلة زنونة والكتكوت هدهود. كان يا مكان كان في زمان يا أصحابي نحلة جميلة وزغنونة اسمها زنونة، طول الوقت ماشية تزن ز وتطير فوق الشجر وتطير في الغابة وتقابل صحابها وتلعب معاهم. لكن كانت أكتر حد صاحبتها البقرة الجميلة وقابلوا بعض في الغابة. ازيك يا زنونة، عاملة ايه؟ اهلا اهلا يا بقرتي يا جميلة، فينك من زمان مش شايفاكي، انت بتوحشيني، ما تتأخريش عليا كده. انا يا زنونة كان عندي شوية شغل، ما انت عارفة بقى، حليب اللبن وعمايل الجبنة وحاجات كتير. ايوة يا صاحبتي، ما انا عارفة، انا كمان كان عندي شغل كتير، قعدت اعمل عسل كتير كتير، خلصت كل اللي كان عليا النهاردة، وبعدين قلت بقى اجي اسلم عليكي عشان وحشتيني. ربنا يخليكي ليا يا زنونة، انا مش عارفة من غيرك هعمل ايه، انتي صاحبتي الوحيدة اللي بحب اكون معاها، وبحب كمان اتمشى واتكلم معاها. انا كمان يا صاحبتي بحب ان انا اقعد ازن حواليكي كده. انا بحبك وانتي بتزني يا زنونة، زني كمان يا زنونة، زني. الله الله، انا سمع صوت غريب. ايه ده، فين الصوت الغريب ده؟ انا مش سمع اي حاجة خالص، هو انت بتسمعي الكلام ده منين؟ استني بس، اسكتي كده شوية وركزي ركزي ركزي. انا فعلا سمعت دلوقتي صوت جاي من الناحية دي، هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انا هروح ازنز هناك واشوف ايه اللي بيحصل. وخرجت يا اصحابي زنونة هي والبقرة صاحبتها عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل في المكان الغريب اللي هناك ده، واللي لقوه يا اصحابي كان غريب وعجيب ومش متوقع في الجزء ده من الغابة. انتي شفتي اللي انا شفته يا زنونة؟ شفته ومستغربة جدا كمان، هو ايه اللي بيحصل؟ انا مش عارفة ايه اللي بيحصل، انت ايه رأيك؟ بصي تعالي كده نسأله ونشوف فيه ايه، هو بنفسه يقول لنا. ايوة عندك حق. بس 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 يا صغنن، مالك انت؟ مالك يا صغنن، قولي بتعيط ليه؟ احكيلي وانا هساعدك في كل اللي انت متضايق منه. انا عاوز ماما، انا عاوز ماما، معرفش راحت فين. مالك كده صوتك عالي؟ استنى كده وقولي بالراحة ايه اللي حصل. انا معرفش، انا معرفش، انا عايز ماما. طيب قولي يا صغنن، هو انت اسمك ايه؟ انا اسمي هدهود، انا هدهود الكتكوت. طيب يا هدهود، استنى كده وقولي مالك زعلان ليه وبتعمل ايه وبتتكلم كتير، فهمني انت ايه اللي حصل لك. انا عطشان، الدنيا حر قوي النهارده، وانا عطشان مش عارف اعمل ايه، مش لاقي ماما علشان تشربني، شربوني انتوا شربوني. وده هنشربه ازاي ده يا زنونة؟ والله ما عارفة، مش عارفة خالص يا بقرتي يا جميلة، بس انا هروح اطير هناك كده، يمكن الاقي نبع مية ولا حاجة اجيب له مية. وراحت يا اصحابي زنونة وكمان البقرة علشان يدوروا للكتكوت على اي مكان فيه مية يجيبوا من هناك مية يشربوه. ايه ده ايه ده، هم اختفوا فين وسابوني لوحدي؟ يا ماما، يا ماما، انتي فين يا ماما؟ انتي الوحيدة اللي كنتي هتشربيني يا ماما. بس يا صغنن، بس بطل كلام شوية. عملتي ايه يا زنونة، لقيتي مية؟ ايوة يا بقرتي، لقيت مية في الطرف البعيد هناك ده اللي في الغابة، في نبع مية صغير، انا هاخد الكتكوت العسول ده
وهشربه مية. يلا بينا يا هدهود. لا يا اختي انا بخاف، ماما قالت لي ما تروحش مع حد من اللي انت متعرفهمش خالص، انا خاف لحسن انتي تاكليني. اعمل ايه يا صغنن اكلك؟ هو انت ايه ما بتشوفش ولا ايه يا كتكوت يا صغنن؟ انت حجمي ده يسمح لي ان انا اكل كتكوت؟ انتي عندك حق الصراحة، يعني لا ما يسمح لكيش، بس البقرة دي ممكن تاكلني. يا ابني اهدى شوية، يا ابني اهدى شوية، انا ما باكلش كتاكيت، انا باكل حشيش وبس، خضروات يعني، انا نباتية. صح، طيب خلاص ماشي، انا كده اطمنت. يلا يلا معايا علشان تشربوني، انا عطشان الدنيا حر. ومشي اصحابي هدهود، وكمان مشيت مع النحلة الجميلة زنونة، وراحت البقرة وراهم تشوف ايه الحكاية. وفي الوقت دوت يا اصحابي كانت الدنيا حر جدا جدا جدا، والدنيا وكأنها مولعة. يا عيني يا هدهود، لك حق تكون عطشان في الجو الحر ده. انا كده عملت اللي عليا ورضيت ضميري. ايوة انت عندك حق خالص يا زنونة، انا كده خلاص ما بقتش عطشان، شكرا ليكو. طيب ودلوقتي انا هروح ازاي بقى واروح لماما؟ يا ماما اسكت شوية يا هدهود، انت على طول كده عمال تعيط وتصوت، انا عارفة التوتر اللي هو عامله لنا ده، ما تسكت شوية خلينا نفكر. انا عايز ماما. طيب قولي يا هدهود، وانت سبت ماما فين؟ انا مش عارف، انا مشيت الناحية دي كده، وجيت لقيتني في حتة لوحدي وعطشان وكنت هموت من العطش ومش لاقي مية خالص. طيب خلاص احنا هناخدك ونوديك في الحتة اللي كنت فيها دي، يمكن نلاقي مامتك. يا ماشي ودوني الماما. ومشيوا كلهم يا اصحابي وراحوا يدوروا على مامة هدهود، عشان هم حابين ان هم يساعدوه وما يسيبوهوش لوحده. ما هو ده الصح يا اصحابي، نساعد اي حد في محنة وما نسيبوهوش لوحده ابدا لحد ما نحل له مشكلته. اخيرا الحمد لله. ايوه يا صاحبتي يا بقرتي يا جميلة، الحمد لله لقينا مامة هدهود ورجعنا ليها تاني. الواحد بيحس براحة وسعادة لما يساعد حد. ايوه طبعا، بس انا عايزة اقولك كده يا زنونة، ان الوقت كده راح والدنيا خلاص بقت المغرب، يعني خلاص النور كله راح، ودلوقتي معاد ان احنا ننام، اليوم كله راح مع سي هدهود ده. مش مهم خالص يا بقرتي، المهم انه راح في حاجة مفيدة، واحنا استغلناه عملنا حاجة مفيدة جدا، انا مبسوط. وانا كمان على فكرة مبسوطة خالص. طب يلا بينا بقى ننام عشان بكرة نستقبل يومنا الجديد. ومشوا يا اصحابي زنونة والبقرة الجميلة علشان يناموا، وعلشان يحسوا بقد ايه جمال الشيء الحلو اللي هم عملوه. وتوتا توتا خلصت الحدوتة. اتمنى يا اصحابي ان هي تكون عجبتكم، واتمنى تعملوا شير للفيديو ولايك كمان، وقولوا لكل اصحابكم على قناة انتي لومي. باي باي.